المرحوم سيدي عبد الهادي بركة. تنصورة تذكارية تجمع السيدة الوالي المحترم السيدة الوزيرة والسيدة نبيلة بركة وفقة نساء مرشد. لعدة طلب رسميا فعالية مهرجان ماطا الدولي للفروسية في دورته 18 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. لما نرى أيدي الفرسان المرحوم سيدي عبد الهادي بركة. تنصورة تذكارية تجمع السيدة الوالي المحترم السيدة الوزيرة والسيدة نبيلة بركة وفقة نساء مرشد. لعدة طلب رسميا فعالية مهرجان ماطا الدولي للفروسية في دورته 18 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. لما نرى أيدي الفرسان طبعا الصفقة لازالت مستمرة. حفظوا الأماكن ديالكم باش تعرفوا على الفائز لأن المسابقة لازالت مستمرة. الناس الحضور الكريم علاش كتوقفوا عفاكم اللي عندو شي بلاصة يجلس فيها لأن كاين الناس جالسين كيتفرجوا معنا. الله يجازيكم بخير. كنظن الكلام واضح جدا. ومختلف الدول الأوروبية. بلقب احسن خيال دور 12 مهرجان ماطا للفروسية. وغادي نعرفوا جميع شكون اللي غادي يفوز دنيا ماطا. كنت منافس في هذا الملعب وملي ولا المهرجان بقيت انا كل عام نحضر له الخير. كل عام نبين نحضر له الخير. كل عام كان دابا دخل هو الاول. دابا دخل هو الاول. اشرقتي 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 صافي الحاج صافي بلاتي بلاتي خليها خليها طالب 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 شكون اللي فاز بالاستباق ديال 2024 ماطا؟ فاز بها احمد جمعه الفرجاني. احمد بو جمعه الفرجاني هو اللي فاز بها اليوم. كيفاش كانت المسابقه؟ كانت منافسه قويه كانت صعيبه كلشي كيقاتل عليها فيها سيدي بني مرقي فيها اهلي سريف فيها ولاد موسى فيها اللجنه المنظمه. احمد بو جمعه مين هو؟ نهار سعيد بني مرقي فاز بالثاني فاز بالثاني من المزوره احمد الثالث جمعه الاول الاول السميه ديالو